متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم على منصات بنكير وجوله جديده في اسواق المال والاعمال وكل جديد في عالم الشركات والطاقه اليوم الاحد 25 يونيو 2023. والبدايه بالعناوين: المركزي التركي يخفف قواعد الاحتفاظ بالليره تحت اداره اركان. المركزي الاوروبي يدخل المرحله الاخيره لرفع الفائده. ماير تكنيمون تفوز بعقدين بنحو ملياري دولار في السعوديه. ألمانيا تودع سنوات الرخاء الاقتصادي. بيتروبيرس تخطط لبيع أول سندات دولارية منذ عام 2021. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. يعتزم البنك المركزي التركي تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية الموجودة بالبلاد تحت إدارة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، وذلك كخطوة أولى من تبسيط السياسات التي جرى إقرارها سابقاً لتعزيز مدخرات الليرة التركية. وخفض المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقاومة بالعملة المحلية إلى 5% بدلاً من 10% سارية المفعول فور إصدار القرار وفقاً لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد. وزادت هذه النسبة مرتين خلال العامين الماضيين، مرتفعة من 3% إلى 10% من أجل دعم تحويل الودائع المقاومة بالعملات الأجنبية إلى أخرى بالعملة التركية كجزء من استراتيجية دعم الليرة. قال لويس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن البنك يدخل المرحلة الأخيرة من دورة التجديد النقدي. وفي رده على سؤال لصحيفة إسبانية في مقابلة نشرت اليوم الأحد عن الموعد المحدد لوقف المركزي الأوروبي سلسلة زيادة أسعار الفائدة، قال لويس إن ذلك سيعتمد على البيانات وأن تحركات بيانات التضخم الأساسي ستكون مهمة للغاية. ورفع المركزي الأوروبي بالفعل تكاليف الاقتراض 400 نقطة أساس منذ يوليو الماضي مع زيادة أخرى شبه مؤكدة الشهر المقبل. أما ما يحدث بعد ذلك فهو أقل وضوحاً، إذا حذر بعض صناعي السياسة من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات بعد العطلة الصيفية. قالت المجموعة الهندسية الإيطالية ماير تكنومونت أنها حصلت على عقدين قيمتهم من حوالي ملياري دولار لتوسيع إنتاج البتروكيماويات لمصفات ساتورب في السعودية. مصفات ساتورب الواقعة في السعودية هي مشروع مشترك بين شركتي أرامكو السعودية وتوتال إنرجيز الفرنسية. يبدو أن الاقتصاد الألماني مقبل على أوقات عصيبة، فبالرغم من تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتز عن تحول صناعي تقوده بلاده بأقصى سرعة عندما زار مصنع لأشباه الموصلات وأخرى للسيارات الكهربائية، غير أن رؤساء الشركات والخبراء يحذرون من أن أوقات صعبة تنتظر أكبر اقتصاد في أوروبا. فبعد أن شهد ركوداً هذا الشتاء، من المتوقع أن ينهي الاقتصاد الألماني العام في المنطقة الحمراء لتلتحق البلاد بدول منطقة اليورو. وفي تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية، تتوقع الحكومة وحدها نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أن المعاهد الاقتصادية الرئيسية وصندوق النقد الدولي يقدرون تسجيل تراجع يتراوح ما بين 2.1 إلى 4.1%. قالت مصادر إن شركة بتروليو برازيليو المنتجة للنفط والمملوكة للدولة في البرازيل مستعدة للعودة إلى أسواق الدين العالمية من خلال بيع قياس للسندات في وقت قريب، ربما يوم غد الاثنين. الشركة المعروفة أيضا باسم بتروبراس يتوقع أن تطرح ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في صورة سندات مدتها 10 سنوات. وقال الأشخاص إن الشركة تخطط لاستخدام جزء على الأقل من العوائد لأغراض إدارة الالتزامات، مضيفين أن حجم الصفقة توقيتها ما زالان عرضة للتغير. وبكده تكون قصة نشرتنا. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.